طلعتوني الفيديو الاول يا شباب. بالنسبه احنا صحيح نحتاج لقاعده دستوريه وقاعده قانونيه، لكن قبل القاعده الدستوريه والقانونيه نحن في حاجه الى الغذاء والدواء والتعليم والصحه. هذا الامر تقوم به السلطه التنفيذيه. هذا اللي يتكلم قال لكم ليبيا محتاجه للغذاء والدواء والتعليم والصحه. والله هذه جديده ما سمعناش بها قبل، ما نعرفهاش منك انت علمه. والله قبل قال لك قبل القاعده الدستوريه وقبل القوانين رانا نبوا الغذاء والدواء والتعليم والصحه. جديده هذه بصراحه، جبت الصيد من ودنا يا عقيله صالح بصراحه، ولا 100%. اما هذه ما كناش نعرفها، وانت بالفعل ما شاء الله يعني ليك 7 سنين الان موفر الغداء والدواء على الاقل المناطق اللي كانت فيها حكومه تأتمر بامركم، اللي هي المنطقه الشرقيه حكومه عبد الله الثني. ما شاء الله الغداء والدواء بزع في الشارع، الخيرات في الشارع ما شاء الله، والامن في الشارع ما شاء الله. ان لم تستحي فاصنع ما شئت. وصفقوا له، هذه اخلاق العبيد اسمها. ما فيش شنب ينوض يقول له غير اسكت، الليبيين ما همش اغبياء. ايش اللي درناه احنا لينا 7 سنين الغداء والدواء؟ انتم ما لج ايش اللي نظمتوا فيه لينا 7 سنين غير اسكت تقول كلام ما يحشمناش قدام الليبيين ما يقولوش؟ صفقوا له. عقلية مافيا يظنوا ان بالتصفيق هذا خلاص سيطروا على الليبيين. وسمعتوا يعني تخيل الليبيين منتخبين لجنة الستين وكذا، واللي اعترضوا عليها كافة الشرائح الليبية بالكامل الليبيين اعترضوا في الكلام السابق لما قال نديروا لجنة من الخبراء. كيف لجنة الستين المنتخبة؟ هذه إرادة الشعب الليبي، أنت تقفز عليها يا عقيلة صالح وبتدير لجنة ومن خبراء، وهل الخبراء اللي بتجيهم حيكونوا أفضل من لجنة الستين؟ الشعب الليبي اختار، هذه فيها قمم. بغض النظر أنا عاجبني مشروع الدستور مش عاجبني، لكن صراحة لجنة الستين منتخبة، وحكيت لكم قصتها وكيف نضحك علينا. اليوم يبي عقيلة صالح يستمر في الضحك على الشعب الليبي. ولذا أنا لما قلت لكم رأوا 17 فبراير هو اليوم اللي بي اور نوت تو بي، يا إما ليبيا تكون في طريقها الصحيح بكنس هذه الزبالة، يا إما ليبيا قسما بالله خير ما هي شايفاته ويصفقوا له. تخيل